إن مضاعفة وتيرة اللقاءات الثنائية التي جمعت مصالح الجهازين مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية، خاصة في مجال معالجة القضايا المنازعاتية وتشجيع المصالحة الجمركية كإحدى توجهات السياسة الجزائرية واعتمادها كإجراء فعال لإنهاء النزاعات الجمركية بالطريق الودي. وهذا تجسيد آليات العمل المشتركة والمنبثقة عن اللقاء الوطني السابق الذي طرحت خلاله عديد المسائل والإشكالات المرفوعة على الصعيد العملي والمتعلقة خصوصا بمعاينة الجرائم الجمركية، إجراءات ممارسة الدعوة الجمركية، التصرف في البضائع المحجوزة، وكذا إشكالات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. كما نأمل أن يكون هذا اللقاء حلقة وصل وثيقة بين لقاء العام الماضي وبادرة خير لاجتماعات مستقبلية مماثلة تشكل فضاء رحبا لمناقشة مختلف المسائل التي تهم الجانبين. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، لا يسعني في الختام إلا أن أجدد شكري وعرفاني لضيوفنا الأفاضل على كرم الحضور وطيب مشاركتنا فعاليات هذا اللقاء الوطني. كما لا يفوتني أن أتوجه بشكري وعرفاني الخالصين لإطارات جهازي العدالة والجمارك، لا سيما أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية اللذين لم يدخروا أي جهد في التحضير والسهر على الترتيبات اللازمة لإنجاح لقائنا هذا.